بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب محاضرات الاناليتيكال كيمستري 2. طبعا انتوا عارفين احنا بنبتدي ببارت 1 اللي هو السبكتروسكوبي او السبكتروفوتومتري او السبكتروسكوبيك اناليسيس، وان شاء الله هيبقى فيه بارت 2 بعد كده لما نخلص اول 6 أو 7 أسابيع. دكتور هبه عابدين باذن الله هتديكم الجزء الخاص بالكروماتوجرافي او الكروماتوجرافيك سيبريشنز. طيب احنا من اللي اخدناه في اناليتيكال كيمستري 1 احنا عندنا الاناليسز او الاناليتيكال تكنيكس بتتقسم لتو مين كاتيجوريز اللي هم الكواليتاتيف اناليسز اند كوانتيتاتيف اناليسز. الكواليتاتيف اناليسز هو الاناليسز which deals with identification of the substance. نتعرف على الidentity of the substance، النيتشر بتاعتها، هل هي organic ولا inorganic، هل هي ionic ولا non-ionic، هل هي water soluble ولا water insoluble، النيتشر بتاعتها ايه، هل هي salt ولا acid ولا base ولا complex ولا ايا كان الchemical structure او الchemical form بتاعها، هو ده الكواليتاتيف اناليسز. طيب نيجي بقى للكاتيجوري الثاني اللي هو الكوانتيتاتيف اناليسز، وده it deals with identification of the quantity or the concentration of the substance. احنا محتاجين نعين الconcentration of the substance بيكون قد ايه. طيب الكوانتيتاتيف اناليسز قسمناه برضو واحنا بنتكلم في الانترودكشن الترم اللي فات، اتكلمنا انه الكوانتيتاتيف اناليسز ليه 3 مين ميثودز. الميثود الاولانيه اللي هي الفوليومتري او الفوليومتريك اناليسز، ودي بتعتمد على اننا نعين الفوليوم من ستاندرد سوليوشن اللي هيتفاعل مع السامبل بتاعتي، ومنه بحسبه بسيطه بقانون بسيط بنجيب الكونسنتريشن بتاعه الانون سبستانس بتاعتي. تمام، يعني يبقى انا ببقى محتاج ستاندرد سوليوشن، انا عارف الكونسنتريشن والكومبوزيشن بتاعه قد ايه، بخليه يتفاعل مع السامبل، بعين الفوليوم بتاع الستاندرد سوليوشن اللي انا استخدمته في الرياكشن دوت، ومنه بجيب الكونسنتريشن بتاع الانون سامبل. طيب الميثود الثانيه اللي هي الجرافيمتري، ودي بتعتمد على ان انا بوزن السبستنس، بعين الوزن بتاع السبستنس. الاول هي بتجيلي في صوره سوليوشن، برضو بعمل لها رياكشن مع بيرسبتيتنج ايجنت، مع انذر كيميكال ريايجنت بيتفاعل معاها ويكون بيرسبتد which means an insoluble substance. وبعدين بعمل سيبريشن للانسوليبل سبستنس ديت في صوره سوليد، باخدها بعمل لها بروسيس اوف فلتريشن عن طريق ان انا بستخدم فلتر بيبر وفانل، بفصل السوليد لوحده، بعمل له دراينج، سواء ان انا احطه مثلا في الشمس عشان ينشف، او احطه في اوفن في فرن عشان ينشف، عشان اي ليكويد فيه يحصل له ايفابوريشن. وبعدين باخد الصالد دوت بوزنه، بجيب الماس بتاعته أو الويت بتاعه قد إيه، وبرضه بحسبة بسيطة قانون بسيط بجيب الكونسنتريشن بتاع السبستنس. التو تكنيكس دولت اللي هم الفوليومتري والجرافيمتري، الأدفانتج اللي فيهم إن هم لو كوست، مش محتاجين تكلفة عالية، سهل ان هم يتعاملوا في اي معمل باي امكانيات بسيطه. كل اللي احنا محتاجينه جلاس وير رخيصه، ومحتاجين في الفوليومتري محتاجين ستاندرد سوليوشن، وفي الجرافيمتري محتاجين بيرسبتيتنج ايجنت او سبستنس تتفاعل مع السامبل عشان تكون بيرسبتد. فالتو تكنيكس فيري ايزي وفيري سمبل، و يمكن المشكله الوحيده في الجرافيمتري انها سيفرال ستيبس بروسيس، البروسيس بتاعتها محتاجه سيفرال ستيبس، فبتبقى تايم كونسيومينج، وده يعني مش مفضل قوي في الكيسز بتاعه الاناليسز، خصوصا انه ستيبس كتير ده معناه ايرور كتير، ان السورس اوف ايرور هيزيد، لان كل ستيب ممكن يحصل فيها ايرور، خصوصا الستيب بتاعه الفلتريشن بتاعه سيبريتنج السوليد من الليكويد. طيب
التكنيك التالت اللي احنا بنستخدمه في الكوانتيتيف اناليسز هو الانسترومنتال اناليسز. طيب والانسترومنتال اناليسز ده زي ما الاسم بيقول كده هيكون ديبندنت على يوزنج ان انسترومنت او ديفايس هيقيس فيزيكال باراميتر او فيزيكال بروبرتي موجوده في السامبل ويعمل لها بحسبه بسيطه كده هوت ريليشن شيب ما بينها وما بين الكونسنتريشن ويجيب الكونسنتريشن بتاعه السامبل. تمام كده يبقى البروسيس كلها معتمده على اننا بنستخدم انسترومنت. وطبعا يعني مش محتاجين نقول ان الانسترومنتس اللي بتستخدم في الانسترومنتال اناليسيس ديت بتكون اوف هاي كوست، بتحتاج ان احنا نستخدم اجهزه بكوست عالي، ودي يعني بتبقى المشكله اللي بتواجهنا لو انا في لاب مثلا ما عندوش تكلفه كفايه، ما عندوش بادجت كفايه، في الحاله ديت بيضطر ان هو يكتفي باستخدام التو سمبل تكنيكس اللي هم الفوليومتري والجرافيمتري. لكن في مقابل ان الانسترومنتال اناليسيس بيكون كوستي او اوف هاي كوست، لكن في نفس الوقت هو طبعا هايلي اكوريت فيري سنسيتيف، بيعين concentrations أقل بكتير من اللي ممكن نعينها بالفوليومتري والجرافيمتري، بأكيوريسي عالية، إلى جانب أنه هي بتبقى سريعة، التكنيك سريع زي ما احنا هنشوف في المعمل كده. مجرد ما بنحط الصاليوشن في الجهاز اللي هو الاسبكتروفوتوميتر في خلال ثواني بتطلع الريدنج بتاعته، ويدوبك بحسبة بسيطة جدا بنجيب الكونسنتريشن. فالموضوع احنا بقى بنلغي التايم فاكتور او التايم كونسيومينج فاكتور، لانه الميثود بتبقى مش محتاجة وقت طويل. طيب من ضمن الانسترومنتال اناليسز زي ما اتفقنا احنا هنقسم التكنيكس بتاعتنا الترم ده، عندنا السبكتروسكوبي ده بيدخل من تحته السبكترو فوتومتري، بيدخل من تحته برضو الفلوريمتري، عندنا كمان الفليم فوتومتري، يجي بعد كده الالكترو كيمستري تكنيكس زي البولاروجرافي زي الفولتمتري، دي تكنيكس بتعتمد على البرنسبل اوف الكتروكيمستري. ويجي عندنا كمان بقى في الاخر السيباريشن تكنيكس او الكروماتوجرافيك تكنيكس، ودي الى حد ما بتبقى معتمده برضو بشكل او باخر على السبكتروفوتومتريك تكنيكس، لان الديتكتورز فيها بتكون عباره عن سبكتروفوتومترز. فلازم لما نبتدي نعمل استدي للانسترومنتال اناليسز نبتدي اول حاجه بالسبكتروسكوبي، لان ده البيزك type of instrumental analysis. طيب ناخد أول حاجة الـ definition of spectroscopy. It's the science dealing with the interactions between radiation and matter. الـ interaction اللي بيحصل ما بين الـ matter الـ material الـ samples بتاعتنا أو الـ chemical substances بتاعتنا and radiation. طيب الـ interaction دوت بياخد شكل من اتنين. الانتراكشن ده يكون ان الماتر او السبستنس بتاعتي تعمل ابزوربشن للراديشن، او ان السبستنس تعمل اميشن للراديشن او ريليز للراديشن. تمام كده. طيب والسبستنس بتاعتي الكيميكال سبستنس يا اما هتكون عباره عن مولكيولز او مولكيولر سبستنس، يا اما تكون عباره عن اتوميك سبستنس. فبالشكل دوت احنا عندنا 4 types of spectroscopic analytical techniques depending على ال type of matter وعلى ال type of interaction. فهنلاقي ان احنا عندنا المولكيولر absorption spectroscopy، وعندنا المولكيولر emission spectroscopy، وده بيبقى في صورة fluorescence فبنسميه المولكيولر fluorescence spectroscopy، وعندنا atomic absorption وعندنا atomic emission. تمام كده. البيزك تايب اللي بيحصل في اغلب انواع المولكيولز او اغلب انواع الكيميكال سبستنسز اللي احنا بنتعامل معاها ان فارماسي، اولا اغلبها بتكون مولكيولر سبستنسز. تمام كده. والميجر انتراكشن بيكون في صوره ابزوربشن، فاحنا الميجر تايب اوف اناليسز اللي هنشتغل عليه هو المولكيولر ابزوربشن سبكتروسكوبي. عندنا كمان بعض السبستنسز بيحصل منها emission
زي السبستنسز اللي بيبقى ليها لون فلوريسنت، لون اخضر فلوريسنت كده، هو دي بتبقى عباره عن موليكيولز بتعمل اميشن لما بتتعرض للراديشن. الانتراكشن ما بينها وما بين الراديشن بيبقى مينلي في صوره اميشن، فده بيبقى في صوره الفلوريسنس تكنيك، وهو ده اللي احنا بندرسه تحت الموليكولر فلوريسنس سبكتروسكوبي. تكنيكس قليلة جدا بقى اللي بتبقى السامبلز بتاعتها او السابستنس بتاعتها بتكون اتوميك. زي ايه اتوميك سابستنسز يا جماعة؟ زي الميتلز، زي الصوديوم، زي البوتاسيوم، زي الزنك. لما بيبقى في صورة اتوميك بيبقى عبارة عن اتوم، سنجل اتوم، الانتراكشن ما بينها وما بين الماتر بيكون يا اما ابزوربشن يا اما اميشن. اول تايب او اول حاجه هندرسها في الاتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي هو نوع الراديشن نفسه، التايب اوف راديشن اللي احنا بنتعامل بيه او بنستخدمه في الاناليسس بتاعنا. واحنا كل الاستاديز بتاعتنا بتعتمد على الالكتروماجنتيك راديشن. الالكتروماجنتيك راديشن ايه هو الالكتروماجنتيك راديشن؟ اتس ا فورم اوف راديانت انرجي، انرجي في صوره راديشن ذات هاز بوث بارتيكل اند ويف بروبرتيز. ات هاز بوث بارتيكل اند ويف بروبرتيز. عاده احنا بنستخدم لما بنقول الكتروماجنتيك راديشن احيانا بنستخدم التيرم لايت، بنقول لايت. المفروض لو احنا ستريكتلي سبيكينج يبقى لايت ديت ما تتقالش غير على الفيزيبل راديشن بس، النور اللي جاي من اللمبات العاديه اللي موجوده اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه، ده عباره عن لايت، ده فيزيبل راديشن، هو ده اللي انا اقدر اقول عليه لايت. لكن احنا بشكل عام in general لما بنقول light بنستخدمها لما بنتكلم على الـ UV visible radiation وأحيانا الـ infrared كمان. طيب الـ electromagnetic radiation يا شباب بيتقسم لـ different regions زي ما انتوا شايفين الـ spectrum اللي قدامنا ده، ده كده بنسميه spectrum. عندنا هنا الـ spectrum ده متقسم بثلاثة axes، ادي واحد اتنين وادي التالت. الكلاسيفيكيشن الاولاني او الاكسس الاولاني هو كلاسيفيكيشن اكوردنج تو انرجي، والانرجي في الدايركشن ده بتزيد، تمام؟ يبقى احنا بادين هنا من اقل انرجي والانرجي بتزيد طول ما احنا ماشيين ناحيه اليمين. طيب تعالوا نشوف كده هو الالكتروماجنتيك سبيكتروم متقسم ازاي اكوردنج تو انرجي. اقل انرجي خالص بنبتدي بيها هي الراديو ويفز، الموجات اللي هي بتستخدم في الراديو، أجهزة الراديو العادية اللي احنا كانت موجودة في البيوت زمان ودلوقتي بنسمعها على الموبايلز أو على راديو كاسة العربية مثلا، بنسمع موجات الراديو الاف ام. دي عبارة عن waves of low energy، الانرجي بتاعتها قليلة. طيب بما انها قليلة هل تتوقع انها تكون مضرة؟ الإفكت بتاعها على الهيومن بادي يكون مضر؟ أكيد لا، الإنرجي بتاعتها قليلة فهي ما بتقدرش تأثر على الهيومن سيل أو على الهيومن بادي، فهي not harmful بأي شكل من الأشكال. طيب لو الإنرجي زادت شوية بتاعة الإلكتروماجنتيك راديشن هنلاقي نفسنا دخلنا في الرينج بتاع المايكروويفز. المايكروويفز عارفين المايكروويف أوفنز اللي موجودة في البيوت وفي المطاعم، دي بتستخدم موجات عبارة عن هي اسمها مايكروويفز، برضو ما هياش مضرة للجسم على فكرة، رغم الأشعات الكتيرة الريومرز اللي بتتقال عنها إنها مضرة للجسم، توكسيك كارسينوجينيك، الكلام ده كله غير صحيح لأنها الانرجي بتاعتها قليلة، يدوبك تقدر تسخن الأكل زي ما انتوا بتشوفوا أو يعني على أفضل تقدير إنها تسويه، فما هياش مضرة للجسم. طيب بيدخل مع الراديو ويفز موجات الرادار، عارفين اللي بيستخدموها في الطيارات، في السفن، في الدبابات وما إلى ذلك، اللي هي بتقدر تعين سرعة الأجهزة، لو في مثلا عربية جاية قريب، لو في طيارة جاية قريب، دي أجهزة الرادار، دي بتعتمد برضو على waves of low energy اللي هي موجودة في الميكروويف رينج.
طيب تبتدي تزيد الانرجي شويه، هنلاقي نفسنا في الرينج بتاع السان لايت. تمام كده، الرينج بتاع السان لايت، السان لايت الراديشن اللي جاي منها بيتقسم لثري كاتيجوريز، اللي هو الانفراريد راديشن والفيزيبل راديشن والالترا فايولت راديشن. تمام كده، الانفراريد برضو ستيل لو انرجي الى حد ما، فما هياش مضره للجسم. يجي بعدها الفيزيبل راديشن، وده الراديشن اللي جاي من اللمض العاديه، اللمض اللي موجوده اللي احنا بنستخدمها في البيوت، الفلاشات بتاعه الكاميرات، الفلاشات بتاعه الموبايل، الضوء الابيض العادي اللي موجود من اي مصدر ضوء، ده عباره عن فيزيبل راديشن، وده برضو الانرجي بتاعته ستيل قليله وما هياش مضره. يعني عمرنا ما سمعنا ان اللايت اللي جاي من اي لمبه في البيت هيكون مضر لجسم الانسان، وده لسبب بسيط ان الانرجي بتاعته ستيل قليله مش ضاره. نبتدي نطلع بقى، هنلاقي ان الانرجي ابتدت تزيد شويه في الالترا فايولت رينج. الالترا فايولت رينج جزء منه ممكن يسبب يعني مشاكل للجسم، بتسبب ميوتيشنز للجيناتك ماتيريال اللي موجوده جوه الخليه، والميوتيشنز ديت هي دي اللي ممكن تسبب امراض وتسبب طفرات، واحيانا التعرض ليها لفترات طويله بيسبب سكين كانسر وانواع مختلفه من الكانسرز. ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا. عشان كده حتى دايما نقول ان في اوقات معينه بيزيد الالترا فايولت راديشن اللي جاي من الشمس، ما نتعرضش للشمس في الاوقات ديت اللي هي الاوقات بتاعه الظهر، ما نتعرض لهاش من غير ما نستخدم سان سكرين او سان بلوك يحمينا من الالترا فايولت راديشن اللي جاي من الشمس. الانرجي الاعلى، الراديشن اللي الانرجي بتاعته اعلى، هو الراديشن اللي بيستخدم في الاكس رايز، اجهزه التشخيص والاشعات اللي موجوده في مراكز الاشعه بتستخدم السوفت رايز او الاكس رايز. دي بقى ابتدت الانرجي بتاعتها تزيد، فالضرر بتاعها مع التعرض الكتير مؤكد. عشان كده دايما بننصح انه محدش يتعرض للاشعات التشخيصيه ديت لفترات طويله. الامهات الحوامل او السيدات الحوامل او الاطفال ما يتعرضوش لجرعات زياده من الاشعاع اللي هو التشخيصي دوت او الاكس راي. الناس اللي بيشتغلوا في مراكز الاشعه نفسهم لازم يستعملوا كوتس واقيه تحميهم من التعرض لجرعات زياده من الاشعاع دوت، وغرف الاشعه نفسها بتبقى محميه بشيلدز من الرصاص عشان تحمي الناس اللي بتشتغل فيها من الاشعاع بتاع الاكس راي. هنبتدي بقى ندخل في الفيلد بتاع الريز اللي الانرجي بتاعتها عاليه جدا ومضره بشكل مباشر وصريح، اللي هي الجاما ريز. الجاما ريز بقى دي اللي بتيجي من العناصر المشعه، الاميسيف اليمنتس، القنابل الذريه، الاسلحه النوويه. دي بقى الضرر بتاعها مؤكد ووقتي، في ساعتها بيحصل الضرر، مش محتاجة تعرض متكرر، لا هي مرة واحدة كفاية انها تسبب ضرر مباشر وميوتيشنز وطفرات وأذى رهيب جدا للناس، زي اللي حصل في الثمانينات، في أواخر الثمانينات من القرن الماضي لما انفجر مفاعل تشيرنوبل في روسيا وسبب الإشعاع بتاعه أذى مناطق واسعة جدا حواليه لسنين طويلة. الإشعاع فضل لسنين طويلة موجود في المنطقة ديت وبيسبب أذى للناس اللي كانت عايشة في المنطقة ديت والحيوانات والنباتات اللي كانت موجودة في المكان ده. تمام كده، يبقى احنا شفنا دلوقتي الالكتروماجنتيك راديشن وهو متقسم لديفرنت ريجنز اكوردنج للانرجي بتاعته. طيب احنا اتفقنا ان الالكتروماجنتيك راديشن هاز بوث ويف بروبرتيز اند بارتيكل بروبرتيز. طب تعالوا نتكلم الاول على الويف بروبرتيز اوف الكتروماجنتيك راديشن. عندنا 3 مين بروبرتيز للويفز او 3 مين ويف بروبرتيز للالكتروماجنتيك راديشن. اولهم هو الويف لينث. اي ويف في الدنيا بيبقى ليها
بروبرتي كاركترستيك ليها اللي هي الويف لينث، تمام كده، وبنديله الرمز لامدا، تمام كده، ده لاتن لتر اسمه لامدا، ده الرمز بتاع الويف لينث. طيب ايه هو الويف لينث؟ هي الديستنس ترافيرست باي وان كومبليت سايكل، المسافة اللي بتمشيها موجة كاملة، one complete cycle. طيب هو يعني ايه موجة او يعني ايه ويف؟ هو بيحصل ازاي موضوع الويفز دوت في الالكترومغنيتك راديشن؟ الالكترومغنيتك راديشن عبارة عن two fields، electric field and magnetic field perpendicular to each other، تمام، كل واحد فيهم عمودي على التاني، والالكترومغنيتك راديشن زي ما انتوا شايفين ماشي ما بينهم propagating ما بين التو فيلز نتيجة الانتراكشن بتاعهم. فالويفز أي ويف زي ما انتوا شايفين بتبقى عبارة عن سايكلز، تمام كده، بتبتدي من نقطة وتفضل ماشية propagating. أي ويف بيبقى ليها منطقتين مميزين، البيك بتاعتها والترف، البطم أو الترف. الكمبليت سايكل عبارة عن one peak و one trough، يعني الريجن من هنا لهنا دي كده one complete cycle. الديستنس بتاعتها هي اللامدا، تمام كده. طيب برضو دي هنا ويف، المنطقة من هنا لهنا دي one complete cycle، اهي البيك واهي الترف. الكمبليت سايكل هي عبارة عن one peak و one trough. اللي بيفرق البيكس من بعضها هو الديستنس بتاعت الويف على بعضها، تمام كده. يعني احنا لو بصينا للتو ويفز هنا البينك والبلو، الفرق ما بينهم هو الديستنس اللي الويف واخداها. يعني كل الديستنس دي عبارة عن الويف لينث بتاعت البينك ويف، والديستنس دي هي الويف لينث بتاعت البلو ويف. يبقى هنا نقدر نقول ان البينك ويف is longer than the blue wave. طيب اليونت اللي بنستخدمها في قياس الويف لينث هي اللينث يونتس. عندنا بقى الميتر، عندنا السنتيمتر، عندنا النانوميتر، عندنا الكيلومتر، حسب الطول بتاع الويف، تمام كده. طيب وارجو ان انتوا تكونوا فاميليير بالكونفرجنز، ازاي نحول اليونتس دي لبعضها، ازاي نحول الميتر لسنتيمتر والعكس، ازاي نحول النانوميتر لمتر والعكس، ازاي نحول السنتيمتر لنانوميتر والعكس، وهكذا. دي تحويلات بسيطه جدا واعتقد ان انتوا كلكم فاميليير بيها. البروبرتي التانية للويفز هي الفريكوانسي، والفريكوانسي بنديله الرمز نيو. نيو ده برضو لاتن لاتر بنستخدمه عشان نعبر عن الفريكوانسي. طب ايه هو الفريكوانسي؟ It's the number of wave cycles passing a fixed point per second. يبقى هي عبارة عن cycle per second، تمام كده؟ طيب لو هنتكلم على اليونت بتاعتها، السايكل هنا هتبقى نمبر يبقى ملهاش يونت، والسكند هتبقى هي اليونت نفسها، اليونت تايم اللي هي السكند، يبقى اليونت بتاعه الفريكوانسي كلها على بعضها هي سكند تو ذا باور ماينس 1. السكند تو ذا باور ماينس 1 دي اديناها النيم هرتز. هرتز يبقى اليونت اوف فريكوانسي هي الهرتز او سكند تو ذا باور ماينس 1. طيب العلاقه او الريليشن شيب ما بين الفريكوانسي والويف نمبر، الفريكوانسي بيساوي السبيد اوف لايت مقسومه على الويف لينث. يبقى الفريكوانسي بيساوي السبيد اوف لايت مقسومه على الويف لينث. طيب والسبيد اوف لايت او الفيلوسيتي اوف لايت دي رقم ثابت احنا عارفينه اللي هو 3 times 10 to the power 10 سنتيمتر per second، أو لو هنستخدم اليونت متر يبقى هيبقى 3 times 10 to the power 8 متر per second. البروبرتي الثالثة للويفز هي الويف نمبر. الويف نمبر وده الفورملا بتاعتها، هي النمبر of cycles or waves per سنتيمتر. فهو بمنتهى البساطة the reciprocal of wavelength، يعني واحد على ال wavelength. يبقى اليونت بتاعته هتساوي ايه يا شباب؟ هتساوي سنتيمتر to the power minus 1، او بقى ايا كانت اليونت بتاعة ال wavelength. لو احنا مستخدمين اليونت بتاعة ال wavelength نانوميتر، يبقى اليونت بتاعة ال wave number هنا هتبقى نانوميتر to the power minus 1.
ندخل على الفوتون properties of electromagnetic radiation. The photon properties of electromagnetic radiation. طيب اللايت عموما او اي radiation بيتقال دايما ان هو بيتكون من units او particles اسمها photons او quantum. فاكرين طبعا زمان لما كنا بنقول ان اللايت عموما بيتكون من photons, والphotons ديت عبارة عن quantum of energy particles كده من الانرجي. والانرجي بتاعتها بنحسبها ازاي؟ ليها قانون مشهور بيقول ان الانرجي بيساوي اتش نيو. اتش دوت اللي هو بلانكس كونستانت, تمام كده, وده طبعا هنديه في اي مساله داخل فيها الانرجي, والنيو اللي هو الفريكوانسي اوف راديشن. طيب يبقى انا ممكن اشيل الفريكوانسي اوف راديشن واحط مكانها السبيد اوف لايت مقسومة على الويف لينث زي ما خدنا من شوية, او نشيل الويف لينث ونحط مكانه 1 اوفر الويف نمبر. يبقى هيبقى القانون ان الانرجي بتساوي اتش نيو او بتساوي اتش سي اوفر لامدا او هتساوي اتش سي نيو داش اللي هي الويف نمبر. يبقى احنا نقدر نفهم من هنا ان الريليشن شيب ما بين الانرجي والفريكوانسي از ا دايركت ريليشن شيب. لما الانرجي تزيد الفريكوانسي تزيد, تمام كده. طيب والريليشن شيب ما بين الانرجي والويف لينث از انفرس, يعني لو الويف لينث زاد الانرجي هتقل. يبقى كل ما كانت الويفز اللينث بتاعها طويل, it has a high wavelength, a long wavelength, هيكون الانرجي بتاعتها قليله. وده يرجعنا تاني للسبيكترم ده, فاكرينه يا شباب؟ احنا قلنا ان احنا عندنا ثلاثة اكسيز. الاكسيز الاولاني اللي هو الانرجي, الاكسيز الثاني هنا ده عبارة عن الفريكوانسي, وده دايركتلي بروبورشنال مع الانرجي. يعني زي ما الانرجي كانت بتزيد في الدايركشن ده, هنلاقي ان الفريكوانسي برضو بتزيد في نفس الدايركشن, تمام كده. طيب الاكسيز الثالث هو الويف لينث, والويف لينث زي ما اتفقنا is inversely proportional with energy. يعني الانرجي بتزيد في الدايركشن ده, الويف لينث بتقل, تمام كده. فهنلاقي ان اقل انرجي اللي هي الراديو ويفز ليها اللونجست ويف لينث. بصوا الويف لينث بتاعها قد ايه يا شباب؟ 10 to the power 3 meters. الويف قد الهاوس, الويف بتاعتنا قد الهاوس, قد ملعب السكر, ملعب الكوره. شوفوا الويف بحالها قد ايه, فطبيعي انها تكون ويف ضعيفه. تخيلوا انها طويله بالشكل ده فضعيفه, ما لهاش افكت. الويفز ما هياش جايه ورا بعضها كتير, فالافكت بتاعها ضعيف. لو دخلنا بقى طول ما احنا ماشيين كده قدام, هنلاقي ان الويف لينث بيقل لغايه ما نوصل هنا ان الويفز هتبقى في المايكرو والنانو سكيل, في المايكرو والنانو سكيل, تمام كده يا شباب. يبقى احنا النهاردة في المحاضرة الأولانية بتاعتنا عرفنا يعني ايه instrumental analysis اللي هو هيكون الأساس بتاعنا طول الترم أو طول الكورس بتاع analytical chemistry 2. عرفنا يعني ايه نقسم الانسترومنتال اناليسز اكوردنج تو التايب اوف انسترومنت اللي احنا هنستخدمه, واتفقنا ان اول نوع من الانسترومنتس هنستخدمها هي السبكتروفوتوميترز. فالتكنيك بتاعنا اللي هو سبكتروسكوبي, قسمنا السبكتروسكوبي لاربعه تايبس اللي هم المولكولر ايميشن والمولكولر ابزوربشن والاتوميك ايميشن والاتوميك ابزوربشن. ابتدينا نتكلم على الالكتروماجنتيك راديشن وعرفنا السبيكترم بتاعه بيتكون من ايه وايه هي الديفرنت تايبس اوف راديشن عشان نعرف الانتر اكشن بتاعها مع الماتر هيكون ازاي. عرفنا ان الالكتروماجنتيك راديشن ليه بوث ويف اند بارتيكل بروبرتيز. الويف بروبرتيز هي الويف لينث الفريكوانسي والويف نمبر. وبعدين عرفنا ان البارتيكل بروبرتيز هي الفوتون بروبرتيز, انه بيتكون من فوتونز ليها انرجي, والانرجي ديت عرفنا بنحسبها ازاي وقدرنا نربط ما بينها وما بين الويف بروبرتيز عن طريق ريليشن شيب ما بين الانرجي والفريكوانسي والانرجي والويف لينث والانرجي والويف نمبر. ان شاء الله المره الجايه نكمل البارت الخاص بالانتر اكشن ما بين الراديشن اند ماتر. اند ثانك يو.